بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي هذا اليوم مع الشاعر والباحث والقاص الأستاذ حسين الجاف، هذا الرجل الكردي الأصل، العربي الهوى، العراقي الانتماء. ليتطرق إلى موضوع جدا شيق، وهي الطرافة أو الطرفة، ضرب من ضروب السرد الأدبي. الطرافة أو الطرفة أو الفكاهة هي حاضرة في كل لغة وحضارة، إذ أن الإنسان كما يقال ليس حيوانا ناطقا حسب، بل هو ضاحكا أيضا. لا ترمي الطرافة إلى أو الفكاهة إلى إضحاك المستمع فقط، بل تكون لها حالات كثيرة، فهي رسالة نقدية إصلاحية سواء بالتصريح أو التلميح. لم يصلنا من عصر من العصر الجاهلي من هذا النوع من الأدب شيء يذكر، حيث يبدو أن هذا الموضوع لم يحظى بالاهتمام الذي يستحقه في الدراسات الأدبية العربية، انطلاقا من الاعتقاد السائد بأنه لا يمت للأدب الرفيع بصلة. والكثير أبدع هنا كتب الكثير من الأدباء، لا تزال كتب الأدب تحوي أو تحتوي على المئات من هذه الطرائف، من كتب أشعب بن جبير ومحمد بن القاسم وأبي نواس وأبي الحسن الخليع وأبي دنامة وجحا وقرقوش وغيرهم، وتكلم عنهم في كتاب البيان والتبيين والبخلاء والحيوان والتاج في أغلاق الملوك الجاحظ، وكذلك الأصفهاني في كتاب الأغاني، وابن عبد ربه في العقد الفريد، والمستطرف في كل مستطرف للأبشيهي، ومروج الذهب للمسعودي. الآن نرحب بالأستاذ الشيخ حسين الجاف اللي يتفضل إلى المنصة. شيخ عشيرة طبعا ما موجود في السيرة الذاتية للأستاذ حسين الجاف، قاص وشاعر ومترجم وباحث أدبي تاريخي، يمارس الكتابة باللغات الكردية العربية الإنجليزية، ماجستير في علم الترجمة، نائب أول للأمين العام للاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، أمين الشؤون الثقافية الكردية ورئيس مكتب الثقافة الكردية في الاتحاد، عضو اتحاد الأدباء الأكراد، عضو جمعية المترجمين، مدير عام الدراسة الكردية في وزارة التربية، رئيس تحرير مجلة الأديب الكردي الصادرة في اتحاد الأدباء،
له عمود يومي منتظم في جريدة الزمان البغدادية. التراجم ترجمة مذكرات الميجور نوئيل في كردستان إلى لغتين العربية والكردية عام 85. ترجمة مذكرات مستر برانت إلى المنطقة الكردية عام إلى اللغتين العربية والكردية عام 88. حكايات من التراث الكردي عام 86. ترجمة كتاب العشائر الكردية الجزء الأول إلى اللغة الكردية عام 86. ترجمة كتاب العشائر الكردية الجزء الثاني إلى اللغة الكردية عام 1990. تاريخ الكرد الفيلية 2003 صادر عن المجمع العلمي العراقي. مؤلفاته أغاريد عصافير الشجن مجموعة قصصية باللغة العربية، بعض توهات الوجع البعيد ديوان شعر عام 2001 باللغة العربية، شذرات من التاريخ الكردي الأدبي القريب والبعيد 2009، الشيخ محمود الحفيد المجاهد والإنسان والمليك 2012، مواويل وليالي كتاب في السرد، وبعض مذكرات الفتى الشقي. فأترككم الآن مع الأستاذ حسين الجاف وبحث نوع من أنواع السرد الأدبي. شكرا لاتحاد الأدباء في النجف وبالخصوص رئيسه والأديب الكبير. في طريقي إلى النجف قلت مع نفسي، ماذا يمكن لكردي من أهالي ابن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، مدينة تلك المدينة التي بقالها شاعر وأديبها مفكر وعالمها فيلسوف. لكن مع ذلك قلت سأدلو بدلوي والله الموفق. الطريفة ضربا من ضروب السرد. سمى العرب هذا اللون من الأدب المروي بالطرفي والملحي، وله أسماء أخرى كالنكتة، وقد يعود تدوين الطريفة إلى الأصول الأولى للتدوين باللغة العربية. أما الآن فقد شاعت الترجمة المطابقة للعبارة اليونانية أو الأوروبية أنيكدوت، وهي كلمة قد تقارب بينها وبين كلمة النكتة العربية بعملية قصر وتبديل وتغيير الأماكن بين الأحرف. وقد تكون النكتة العادية غفلاً من الزمان والمكان والأشخاص، لكن طرفة الفولكلورية أو التراثية في أعمها الأغلب موثقة المكان والزمان والأشخاص والأحداث، فتعطينا أشياء واقعية وصورا حية عن كل الذين يرد ذكرهم في هذه الطرف من الشخصيات الأدبية والعلمية والسياسية المعروفة وأواكن تواجدهم والأحداث الطريفة التي حصلت لهم. وعموما فإن النكتة والطرفة والأملوحة دخلت الأدب الفولكلوري الشعبي العالمي وأصبحت جزءا من الأدب العالمي تحت كلمة أنيكدوت. وقد ذكرت إحدى القواميس اللغوية العالمية الصادرة بالروسية بأن هذه الكلمة مقتبسة أو مستعارة من اللغة الإغريقية، وهي اختصار لكلمة أنيكدوتوس التي تعني في الأساس الأشياء التي لم يسبق نشرها، كما أنها تطلق أيضا على الحكايات القصيرة ذات الطابع المرح التي تروي حادثا طريفا أو تتصدى لموقف يبعث على الضحك. وعلى أي احتحال فإن عبارة أنيكدوتوس أو القصة الأنيكدوتية تطلق على حادثة أو قصة طريفة مبنية على موقف فكاهي مضحك،
ويمكن اعتبار إحدى قصص أنطون جيكوف عائلة أسبين نموذجا لمثل هذا النوع من الأدب. سأتيكم بتطبيق على ما قلت. الطريفة معلومة المكان والزمان والأشخاص والحادثة بعكس النكتة. في عام 1954 وفي 30/11 شكل المهندس إرشد العمري حكومته الثانية. مشهور كما يقول الأستاذ حسن العلوي، يقول إن إرشد العمري مصلاوي لكن من بناة بغداد ومن النزيهين في إداء الرسالة الوظيفية، مو مثل هسه. بعكس توفيق السويدي الذي وترشيد علي الجيلاني الذي أثروا على حساب الخزينة الملكية وعلى الحكومية لصالح جيوبهم. يقول الطريفة أن أرشد العمري شكل مجموعة وزارية وقدمها في ليلة الاستيزار إلى الوصي عبد الإله وسوى لهم حفلة. بالحفلة قدم لهم الوزراء، فوصل واحد من الوزراء، شلال عنوز محامي وزير العدل، حسين الجاف تربوي وزير التربية، إلى أن وصل إلى الأديب والمثقف الأكاديمي الكبير عبد الرسول الخالصي، الدكتور عبد الرسول الخالصي. وصل يمه وقال له هذا الدكتور عبد الرسول الخالصي شخصية علمية مرموقة، خريج أمريكا، وهو من عائلة الخالصي المشهورة في الكاظمية، وأنا استوزرته لمنصب يليق بكفاءته وهو منصب وزارة الشؤون الاجتماعية. شو يقول للوصي؟ قال له والله أنا من زمان أريد يعني أريدك تصير وزير، وكم مرة أنا رشحتك للوزارة، لكن هذا المذنب اللي بظهري، وأشار إلى أحمد مختار بامان رئيس الديوان الملكي، كل ما أخلي اسمك يجزك. شو يقول له الخالصي؟ شوف هنا النباهة وسرعة البديهة والجواب المفحم المسكت. ايش قال له؟ لو كان بابا واحدا يا سيدي ما حيلتي ومصيبتي باباني. شو أسوي؟ أسد باب منا يفتح منا علي. إذن هذه طريفة وليست نكتة. ليش؟ مبين أرشد العمري، مبين اللي سوان حديقة الأمة اللي كان يسموها الملك غازي، واللي سوى في بغداد ثلاث شوارع، شارع الشيخ عمر وشارع الرشيد، هو كان موجود زمن العثماني بس طوره، وشارع الخلفاء اللي سماه شارع الجمهورية في بغداد، شارع الشيخ عمر وشارع الرشيد وشارع غازي. على أي حال الطريفة مثل ما قلنا تختلف من النكتة. الأستاذ مهدي يا مرحبا. عندما في أحد الأيام، نرجع إلى التاريخ، أبو دلامة وينك أبو دلامة؟ على أي حال مرة ذهب أبو دلامة والمهدي إلى الصيد، ومعهم ابن خال الخليفة المهدي علي بن سليمان. فعندما ذهبوا إلى الصيد استحبوا معهم أبو دلامة، وعندما بدأ الصيد أطلقت الكلاب خلف الطرائد، فرمى كل منهم سهما
فهنا ارتجل طبعا سهما، سهم الخليفة صاد غزال، وسهم علي بن سليمان أصاب كلبا. فهذه وثقها أبو دلامش، قال قد رمى المهدي سهما شق، قد رمى المهدي ضبيا شق بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لكما كل امرئ ياكل زاده. هذا ياكل الطريده مالته وهي الغزاله، وذاك ياكل الكلاب الذي اصطاده. فهنا الطريفه مبينه. ومن الطرائف الاخرى مسجله تاريخيا طريفه، عندما دخل النؤاسي يوما على الخليفه الذي كان قد شغف بحب محظيه له سوداء اسمها نائسه، دخل عليها ابو نؤاس، شاف صاحبنا مخيل عليها ويعلق لها مجوهرات ويلبسها قلاده ويخلي لها ليلو مرجان ومحابس. لما طلع عليه هذا القال قصيده الرشيد ما عبرت ما دار لبال، ذاك النؤاسي زعل طلع بس شمر له بسمار قوي. من طلع ايش قال؟ لقد ضاع شعري، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على ناعسة. سودا ايش انت قاعد تزين لي بالبدايه؟ انتبه الرشيد، قال له ويحكي انا هسه عن ماذا قلت؟ قال له يا سيدي لقد قلت لقد ضاع شعري ببابكم كما ضاع در على ناعسة، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على ناعسة. قال له هي ضحك، قال روح عفى عنه، لان شاف القضيه الحديده صارت حاره، ليروح يشق هذا صاحبنا الرشيد. فهنا الاخفش سمع بهذا التغيير، قلب العين الى همزه. ايش قال؟ هذا شعر فقئت عيناه فابصر. العين انشالت بس ظل الشعر، شعر هو مضيء وشعر يعني مؤثر. نرجع إلى قضية السرد اللي بدينا به هذا مهنة حديثنا. الحقيقة شيء عن السرد ومصطلحاته، مصطلحات كثيرة تدخل علم السرد اللي يسمى باللغة الإنجليزية ناراتولوجي. طبعا لوجي علم، يعني يسمى بايولوجي، منين جايه؟ بايو حياه، ولوجي علم، بايولوجي علم الحياه، ناراتولوجي علم السرد. وصارت على السنه كتاب القصه والروايه والمسرحيه واضرابهم نذكر منها مصطلح نارتي، وتعني المروي له او المسرود عليه او المملى عليه. وهذا المصطلح مصطلح مسرود له أو هذه نارتي ابتكره الناقد جيرالد بريس ليعني به الشخص المسرود له، ولا يجب أن يختلط علينا معنى المسرود له علينا وعلى المرء مع معنى كلمة ريدر أي القارئ، والذي يمكن أن يكون القارئ الافتراضي اللي يسموه فيرتشوال ريدر. القارئ الافتراضي من هو؟ أنا أحب امرأة وأكتب لها قصيدة، هذه القصيدة هذه بس لذيك أكتبها وما أكتبها لأحد، لو الدنيا كلها إلها. هذا القارئ اللي يسموه فيرتشوال. أما القارئ الآخر اللي يسموه ايديال ريدر، من هو هذا ايديال ريدر؟ هو القارئ الذي يفهم كل شاردة وواردة في كتاب السارد. يعني مثلا هسه احنا نكتب في القصة ونعرضها على الأستاذ الناقد الكبير فاضل ثامر أو على الأستاذ الكبير الدكتور باقر، ويفهم دقائق هذا الموضوع ويطلع علينا بأدبية موازية من حيث فهمه. إذن هذا القارئ هو القارئ ليس الافتراضي، هذا القارئ المثالي اللي سميناه الايديال ريدر. هذا مو قارئ عنده وعي كامل ومعني جداً بما يسرده السارد.
علم السرد يسموه ناراتولوجي، وتعني نظرية خطاب أو مقالة نقدية سردية. وقد نشأ التحليل البنيوي للسرد على يد كلود ليفي شتراوس المولود 1908 والمتوفى 2009 من خلال كتابه الذائع البنية الإجناسية الذي Anthropology Structural الصادر عام 38. شنو السرد وشنو اللي تدخل به؟ مشكل مشكلة السرد. الأخبار بأنواعها، سردها السياسية، الرياضية، الاقتصادية، الثقافية، السيرة الذاتية autobiography، أوتوماتيكي يعني مين كيف autobiography، السيرة الذاتية لما أنا أديب وعندي قلم أكتب حياتي، مثل السيرة الذاتية لوينستون تشيرشل. تشيرشل اللي كان بطل الحرب العالمية الثانية وكتب مذكراته وحصل بها على نوبل، هو اللي عنده قابلية الكتابة، أديب، ولهذا يسموها السيرة الذاتية فأوتوبايوغرافي أو ترجمة الحال يسموها أيضا بالعربية. النوادر، الطرائف، النكات، المسامرة، المنادمة، الليالي نسبة إلى ألف ليلة وليلة، إذ كانت شهرزاد تسرد كل ليلة على أميرها قصة حتى ينام. وكتابة المفكرات أيضا من السرد، كتابة المذكرات من السرد اللي نسميها دايريز، الأمثال الشعبية إذ أن لكل مثل قصة، والمثل هو في الواقع قصة قصيرة جدا ومركزة. في الصيف ضيعت اللبن، وحدة الزوجة واحد وشايب وطلقته وراحت ومدري شنو، بعدين زوجة واحد شاب، هذا الشاب فقير بالصيف كانت يعني عطشانين، فهو هذا العجوز الثري قريب من يمها اي فراحت عليه، لان بالصيف الفات هو كان مطلق واخذ هذا الشاب، فدزت عليه قال شو معود اعطينا فطاسه لبن من اللي عندك عطشنا قتلنا العطش. ايش قال ذاك الشايب الماكر الخبيث؟ قال في الصيف ضيعت اللبن، انت ذاك الصيف من افتيني راح وياك اللبن بعد ما نطيش لبن. ولذلك المثل هذا وراء قصة، وفي الأساس قصة مكثفة قصيرة. المسرحية، التمثيلية، القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الرواية، كتابة الرسائل، تروي الرسائل قصصا وأحداثا وأخبارا للمرسل إليهم من الأهل والأصدقاء، هذا أيضا سرد. لما يكتب جانا فلان قبل صباح الخير إذا صباحا، وإذا مساء الخير إذا مساء، سؤالنا الأول عن اعتدال خاطركم وطيب أوقاتكم، هذه كلها سرود، السرديات في الرسالة. والعملية السردية نسموها ناراتيفيتي، أي أداء السرد الشفوي مثلاً، أي أداء مثلاً إذ جرت العادة أن يتصدر شخص مكاناً مرتفعاً في صدر المقهى وبهيئة متميزة ليروي قصة قديمة أو ملحة أو معركة تاريخية، يرفع صوته تارة ويخفضه أخرى متلاعباً بالنبرات ارتفاعاً وانخفاضاً بقصد التأثير على المستمع أو المتلقي، في الغالب يقوم بتضغيم صوته قاصدا تجسيد لما يروي من أحداث. القصخون كانت في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي، القهاوي ماكو تلفزيون، يقعد واحد يلبس لكلاو ويلبس لملابس متميزة ويقوم يحكي، ولما دخل عنتر العبشي عنتر العبسي على شيبوب أخيه ورآه في حالة رفعه إلى صدره وأخذ يقبله يطول ساو وكذا، ثم دخل إلى الحرب وقتل 100 من الأعداء من هل يضخم ويمثل، يسموه القصخون. وكان هذا البرنامج بالستينيات أوائل الستينيات يقدم من خلال تلفزيون بغداد، القصخون. نعم، هذا أيضا نوع من النرد، عملية سردية تمثيلية تصاحب الرواية.
أزمنة السرد، السرد كم زمن به؟ الزمن به ثلاث أزمنة، مو زمن واحد. الزمن الأول زمن تشكل الحدث، صار حدث، هذا أول الزمن الأول، أو زمن نضوج الفكرة في رأس الشاعر راح يدون. الزمن الثاني هو زمن الكتابة. إذن صار عندنا زمنين، الزمن الأول زمن تشكل الحدث أو نشوء الفكرة، والزمن الثاني هو زمن الكتابة والتدوين. الزمن الثالث هو زمن المتلقي، وهو زمن مفتوح وطويل يخضع إلى تأثيرات، إلى حذف وإلى إضافة وإلى تغيير رؤية. يعني قد تقرأ الآن حدثا تاريخيا بعد 10 سنين يطلع فد واحد يقول يابا ترى القضية عبد الكريم قاسم ما كتله ابن طبرة، كتله هذا الشخص اللي اسمه عبد المنعم حميد مصلاوي هو الكتبة. إذن السرد يبقى مفتوح، تجي حقائق أخرى تضحض القديم بدلائل جديدة. فإذن الزمن الثالث هو زمن المتلقي ويكون منتجا لأن بإضافة إلى أصل الحكاية المسرودة. الزمن الثاني زمن مستهلك، يعني لما يقرأ هو دا يستهلك شيء، لكن الزمن الثالث لا، الزمن الثالث زمن المتلقي اللي يمكن أن يكون خاضعا للتغييرات العديدة. إن المصطلح السردي تطور خلال عامي 2007 و 2008 وفي أعقاب هذا التطور اتسعت دائرة جغرافية السرد لتشمل جميع الأخبار والروايات والأساطير والتراجم والخرافات والملاحم والنوادر والطرائف والقصص. ومن هذا يظهر لنا أن النوادر والطرف دخلت خانة السردية ووجدت لها مكانا آمنا في القصة القصيرة جدا، حتى غدت هذه القصيرة القصة بعينها نكتة أو ملحة. وتقابل كلمة طرفة باللغة العربية الكلمة الإنجليزية كيرشيو، وتقابل كلمة جوك باللغة الإنجليزية الكلمة العربية النكتة. النكتة تأتي أهميتها من قدرة راويها على الإضحاك، والنكتة مجهولة المكان والزمان والأشخاص، تخضع إلى التغيير والتبديل والإضافات. مرة إحنا كنا نصلح بالبكالوريا، نصلح بالبكالوريا سنة 77 يعني أو 78، فأحدهم قال يابا واحدة من جرائم ناظم قزار شنية؟ قال في اليوم بالبيت أمه واحد من البيت قال يابا ترى أختك بدرس الفيزياء مو زينة، دبرنا فد مدرس زين، شوف منو أحسن مدرس بغداد حتى يدرس، لأن البكالوريا اقترب وهاي خاف ترسب. على أي حال هذا في خضم عمل، اقتلوا هذا واذبح ذاك ووقف هذا ومدري شنو كتب، راح نسى خابروه بالتليفون، قال له ليه معه؟ قال إيه، دق الجرس، اجى واحد من السكرتارية قال له اريد احسن مدرس ببغداد مال فيزياء يجي له تجيبوه. هذول راحوا دون المسكين سألوا منو قالوا فلان، جابوا المسكين ذبوا بالسجن، ذبوا جوا، طبعا كلمة جوا هنا تعني سجن، ذبوا جوا يعني ذبوا ادخلوه السجن. فهذه ذبوا للمسكين المعلم المدرس جوا بالسجن، بعد يوم ثلاثة ذكروه قالوا له وين المعلم المدرس وينه؟ ما راح تسقط. اي عاد هو دق قال تعالوا دق عليهم وين المدرس؟ ما هاي اختي راح تسقط. قال استاذ جبناه ودقينا دقه من هاي التمام واعترف وبعدين طقيناه بالدهن يعني قتلناه. لما حكيت الاستاذ محمد عبد الملا عبد الكريم الاديب الكردي المعروف الله يرحمه اللي العام توفى، قال تدري هاي النكتة احنا سامعيها سنة 57 من كنا بسجن نقرة السلمان، قالوها على بهجة العطية. اي لا اذا بس انت ما تقدر تقول ابو دلامة او
مو الرشيد قرأ عليه أبو نؤاس هذا الشعر، ولا تقول هو أبو دلامة مكان، يعني ما تقدر تتلاعب بالطريفة، الطريفة ثابتة، أما النكتة فمتغيرة، النكتة متغيرة وفي كل زمان. ويبدو أن النكتة هناك مصانع فابريكيشن، مصانع تخلق النكتة. حكى لي أحد الأخوان قال في الحرب كانوا يشتغل بالاستخبارات العسكرية، قال في الحرب الإيرانية العراقية كنا نطلق نكات بعد أي هجوم إيراني يتقدم نحو الأرض، مثلا نعلق عد اليم، نعلق على الكراد، نعلق على سعد الحلي، نعلق، هذه مؤسسات في الاستخبارات العسكرية كانت هي متخصصة في إنتاج نوع من هذه النكت من باب التغطية، أن تغطي على الحدث. حكالي أيضا المرحوم محمد مولى عبد الكريم قال أنا سنة 75 دخلت في دورة جامعة لومبا في روسيا مع الصحافة، يقول تعرفت على صديق كوبي، يقول ناكل ونشرب ونطلع وهذه، يقول في اليوم قال لي محمد اليوم كاسترو جاي من كوبا إلى موسكو، فباكر راح يلتقي ويانا بالنادي الطلبة الكوبيين، فأريدك تجي. قال لي أنا شيء، يقول قلت له أنا شيء عندي، قال لا تعال، ترى كاسترو شخصية لطيفة، يقول رحنا اجى كاسترو وسيم طويل حلو ثوري لابس هذا الزيتون اللي يلوق له حقيقة لأن ثوري، يقول اجى، يقول كان يقول يلا أريد أحدث نكتة على كاسترو، هو نفسه أريد أحدث نكتة عن النظام الشيوعي، أريد كذا من شنو، يقول يحشي، يقول لا قديمة، هو يلقي نكتة على نفسه. فيقول بعدين بعد جلسة جميلة من الضحك والمداعبات رئيس الدولة يقول انبسطت أساريره وقال هسه شو تريدون مني أنا جاي لنا، قال له لا والله أنت دزلنا بالشهر $200 هاي ما تكفي، قال له يعني ايش قد، قال نريد $400 نريد $400. كان على أثر هاي الجلسة قال قرر أن يزيد $200 إلى 400 وتباوس فيه الكل وتعشى وشرب وياهم الواين ما لو طلع هذا كاسترو. إذن النكتة تختلف بعكس الطريفة، الطريفة ثابتة. أيضا شاي نكت على نفسه ما شلغ. ولا شك أن الإنسان نفسه، أن الإنسان نفسه هو العنصر الأساس في نشأة النادرة، وهي من هذه الناحية تشبه النكتة تماما، لكن النكتة تستمد طاقتها الفكاهية من قائلها أو قائليها، فكم من نكتة بارعة تحولت إلى ما يشبه الجسد الميت، في الجسد الميت على لسان قائلها. واحد أكو عنده قابلية يروي النكتة بشكل جميل ويضحك، آخر يأخذ نفس النكتة لكنه ما يحرك أي أثر عند الآخرين. ومن خلال دراستنا لكل من النكتة والطريفة ظهرت لنا الفروق التالية: الطريفة معلومة الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، مثلا أبو دلامة والمهدي، كاسترو أو الجاحظ، مرة من المرات الجواحظ كان طويل القامة قبيح الوجه ظاهر العينين أسنانه طويلة، يعني دميم الخلق. أحد الأيام مر عند نبع، هاي وين رويهم وإحنا، يقول مريت عند نبع شفت مجموعة من الصبايا ديملون من النبع، يقول أنا موديت الدابة مالتي عطشانة، أنا شربت وخليت ايش تطلع، يقول من صعدت على الدابة، الدابة مكرمين أنتو صار عندها هواء، يقول ذني كحكحكحك من ضحكان، أوه الدابة ضرطت مالت هذه. ذولا ايش قال
باعوا كان طويل كلش وسيقانه طويله ودابه قصيره ما تحملتها. المهم صار عندها هون. ايش قال هو؟ ايش قال؟ والله ما حملتني انثى الا واضرحتها الا واضربتها تحتي. ما حملتني انثى الا واضرحتها تحتي. بعدين قالت لله در امك كم اضرتها وهي تحملك 9 من الشهور. باوع شوف الكلام لا رأسا يقول وغلبتني امرأة. هذا بالكتاب مال يقول وغلبتني امرأة. هاي شلون طلعت له طلعة؟ قال أنا أي أنت يعني أضرتها تحتي. قال لعد أمك ما حملتني أنثى إلا وأضرتها تحتي. قال إيش قالت له هذا؟ لله در أمك كم أضرتها وهي تحملك 9 من الشهور. هذه ما حد يقدر يقول يخلي زيد بدال الجاحظ ولا يخلي رجل بدال الفتى المرأة. والمكان معروف والزمن معروف. الألفين و 18 بداية 18 مذكرات لسامي شرف. سامي شرف كان مدير مكتب عبد الناصر لمدة 20 سنة. فهذا الرجل من ضابط ملازم وياه من فلسطين إلى أن توفى الرئيس عبد الناصر. فيقول عام 1954 في مذكرات اللي صادر في بلاد 2018 بعد حي يرزقوه عمره بالتسعين. يقول في عام 1954 زارنا الباشا نوري سعيد وكان على وشك تأسيس حلف بغداد. يقول زارنا الباشا القاهرة وديبشر أو يدعو إلى الدخول في حلف بغداد. نوري سعيد يقول نازل في فندق الصبح إجا بيحضر الاجتماع ويا عبد الناصر. يقول هو صاعد يقول قبت هوية جاكيت مال ارتفع طلع اكو مسدس صغيروني خاله في الجهة اليسرى من يعني من بنطلونه. يقول اني استعملت كل مهارة الدبلوماسية وحتى فهمه اقول له يا بطين المسدس ما يصير تدخل على رئيس دولة تشتغل على رئيس دولة وانت حامل المسدس. يقول قلت له يبدو ان فخامة الباشا نسي من خلال تعبه ومن خلال يعني انشغاله بالمسائل السياسية نسي ان يضع مسدسه في الفندق لذا جاء به. يقول هذا كله هيك حتى اخذ منه لذا جاء يعني جاء الى هنا وهو يحمله. يقول هو باع عليه قال لي انت زوج؟ قال لي انت زوج؟ يعني انت زوج يعطيك المسدس؟ لا يعني انت حشت انت زوج. يقول ولا ولحد هاي اللحظه انا ما كنت اعرف هذا شلون اعرف اني متزوج؟ مع العلم اني ملابس حلقه ملابس حلقه باوع. يقول شلون اعرف والله هذا الباشا ذكي الظاهر صاحبنا الى حد الان منطلع عليه كلمه زوجي اللي تعني غبي او مغفل باللهجه العراقيه وصاحبنا بعد هاي السنين كلها وحد هاي اللحظه عابره عليه انه الباشا وجهله عباره جارحه في اطار معين. يقول انا يعني الحقيقه اشهد بذكاء هذا الداهية السياسي الداهية الذي قال لي أنت زوج مع العلم أنني لم أكون ألبس في خنصري الأيسر حلقة دبلة الزواج. ويقول لي صور هاي المسألة في الشيء. الطريفة جزء من التاريخ. احنا سحكينا عنه سعيد روينا عنه طريفة تاريخية. الطريفة ثابتة الأشخاص والحادثة والمكان ما نقدر نتلاعب بالأشخاص. الطريفة أطول من النكتة. الطريفة أطول من النكتة قصيرة تكون. الطريفة هدفها التوجيه والإضحاك ثم التوثيق. هسه احنا وثقنا لرحلة الصيد مالت المهدي مع أبو دلامة.
أبطال الطريفة دائما من الرموز، شعراء ودباء وزراء، علماء، خلفاء، رؤساء. هارون الرشيد 1949-193 ميت، أبو دلامة كان عبدا حبشيا من بني أسد، المنصور والمهدي، المهدي توفي عام 160، هذول كلهم تواريخهم بينه. تقول الدكتورة نوفل نوافل الحمداني إن أهمية الطرائف السردية لا تكمن في كونها تؤرخ لحياة أشخاص وأحداث لفترة موغلة في أعماق التاريخ حسب، إنما في كونها تسلط الضوء على المنظومة القيمية وأنماط التفكير وطريقة النظر إلى الحياة والناس أيضا تلك في تلك الفترة. وقد حلل العالم النفسي الفرنسي أدلر السخرية بكونها انفعالا مركبا من ثلاثة غرائز، هي الغضب، الانتقام، والخضوع. وعندما تستعمل الطرفة بنية أدوانية تصبح عند ذاك تهكما، تهكما يعني لما واحد يريد يجرح يسموه تهكم، هنا مو سخرية ولا نقد. أما النكتة ففي رأينا هي في الغالب تنفيس عن واقع مقموع أو عن إرادة معينة أو تطلع حبيس أو عن أمل مكبل بقيود سلطوية أو اجتماعية أو سياسية. نرجع الحكاية الخرافية أيضا هي من أنماط السرد، تعتبر أيضا من ضروب السرد الأدبي كما يقول الأكاديمي الكويتي دكتور طلال عبد اللطيف الجسار في العدد 697 صادر في 15 حزيران 2015 من خلال بحثه الحكاية الخرافية والأدب الألماني. يقول تعرف الحكاية الخرافية في البداية بأنها نوع من أنواع الأدب الروائي الذي يشمل أنواعا متعددة من السرد كالحكاية الشعبية المرحة أو الساخرة. فالحكاية الخرافية حكاية سردية تروي وقائع عجيبة من عالم الخيال أو من عوالم غرائبية في زمن غير معروف، وغالبا ما تكون لمؤلف مجهول، وبالتالي يكون أبطالها خياليين وهم إما رجال أو حيوانات أو مخلوقات غير مألوفة. الحكاية الخرافية الشرقية منها أو الغربية هي عبارة عن نسق خصصي معين يوصف بأنه ذو طابع عالمي انطلاقا من بناء الفعلي للمجهول أو المفعول، يحكى أو من خلال التعميم، يعني يحكى، يعني دائما الخرافة تبدأ يحكى يقال، ولا أو كان يا ما كان، ما ندري، هاي تبدأ بها الخرافة، كان يا ما كان في قديم الزمان، أو كان هناك، أو ذات يوم، أو في يوم ما، أو في سالف العصور والزمان، وهكذا. وبالتالي فجميع أحداث الخرافة لا تعتمد على زمن معين ولا على مكان معين، وإنما تقع مسؤولية ما سيحكى من أفعال مدهشة أو غرائبية على الماضي، كذلك هي بلا توثيق لمصدر الحكاية، فالغموض يكتنف الحكاية الخرافية أو يخفيها من كافة النواحي. فإذا قرأت حكاية سرندريلا مثلا فلن تحظى بمعرفة المدينة التي ولدت فيها، ولا بمعرفة الأمير الذي تزوجها. سندريلا وين؟ وين هي هاي؟ بيا مكان؟ ما حد يعرفه. كذلك نلاحظ أن أهم خصائص الحكاية الخرافية هي هيمنة الأدوات السحرية والأجواء المخيفة والمواقف المتباينة بين الخير والشر داخل مناخ مفعم بالحركة، فتتداخل الأشياء في وقت وجيز وسريع، وبهذا تتقاطع الخرافة الحكاية الخرافية مع الأحلام، هنا فضلا من أنها قد لا تنتهي دائما بالنهاية الصعيدة الهادية. قبل فترة كان أكو مؤتمر للترجمة في بيت الحكمة، تشينا عن العبارة الإيطالية الإيطالية التي تقول الترجمة خرافة،
الترجمة خيانة. أحد المصريين اسمه جورج أغناطيوس مترجم مأساة روميو وجولييت إلى اللغة العربية سنة 1912. هذا بكيفه جاي مخربط مصعد منزل مزوج روميو الجولييت ومنتهي بال 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 بالفرح والسرور. زين على أساس هاي ترجمة؟ ترجمة لازم تكون أمين بيها. تشلون تزوج روميو من جوليت بينما هم انتحروا؟ وهذه الرواية مال الرائعة مال المسرحية الرائعة مال شكسبير. إيش كاتب بالمقدمة؟ أنا عملت كده بالمقدمة عشان المصريين ما يحبوش النهايات غير السعيدة. يعني أنت أكو أمانة بيدك، بكيفك أنت تتلاعب بيها ومسوي ملاعبة وجايب بكيفه مخربط. نرجع إلى بعض النكات اللي عندنا اللي موثقيها ان هذه عراقيين. نوري سعيد في الحلة. زار نوري سعيد هو مال 1888 1958 رئيس وزراء العراق المزمن الأسبق مدينة الحلة عام 56 لافتتاح بعض المشاريع الخدمية مثل طريق بغداد حلة ومشروع كربلاء وجسر طواريج. فأقامت بلدية الحلة البلدية الحلة استقبالا كبيرا للباشا، كما نظمت احتفالية ثقافية بالمناسبة ألقى فيها الشاعر الحلي أحمد العميدي قصيدة مثلا كان مطلعها: أبا صباحا بك الفيحاء تبتسم وإننا بك بعد الله نعتصم. فتبسم الباشا ضاحكا بقوله وقال للشاعر مخاطبا بلهجته البغدادية المحبة: على كيفك سيدنا، لا تروح البناية توقع على رؤوسنا. وفي مقر البلدية تحدث عن شجون وشؤون العراق وعن الأوضاع الداخلية فيه بشكل عام وعن مدينة الحلة التي يزورها بشكل خاص، وأكد الاهتمام الاستثنائي بها كونها من المدن العراقية التاريخية العريقة، وإلا أنها وريثة بابل، وأن السواح الذين يزورون بابل لا بد أن يزوروا الحلة لقربها من الآثار. ثم وجه كلامه إلى الحضور مازحا كعادته: لا أدري لماذا يقول العراقيون ضدي ما يقولون مثل نوري سعيد القندرة وصالح جبر القيطانة. فانبرأ له أحد الجالسين وقال: العفو باشا، نحن نقول نوري سعيد شدة ورد وصالح جبر ريحانة. فأجابه الباشا بابتسامة المعدودة: لا، أنتم لا تقولون الأولى، إنما تقولون الثانية. لذا لكني أرجوكم يا أبناء وطني أن تحافظوا على هذه القندرة، ترى إذا راحت رجلكم تقوم تجري دم. فضحك الجميع وهكذا كان. هذه ضحك الجميع وهكذا كان، يعني فعلا يعني احنا معاني مع الثورة ومع عبد الكريم قاسم، لكن شنو اللي جنينا غير التفرقة وغير هذا اللي صار. نعم، هذه احنا ما نقدر نقول عبد الوهاب مرجان حضر هاي الحال، لا، قضية نوري سعيد ثابتة. نعم. شغلة كلش حلوة أيضا. هذا كتاب اسمه مواويل وليالي، صدر عام 2014، وحقيقة 30 سنة من عمري أنا صرفته على تأليف على جمع نكات في هذا الكتاب. طرأت هذا الكتاب سمعته من كبار الرجال وثقتهم بحضور منه المكان الزمان الشخص الراوي الشخص الحاضرين. فألفت في كتابه، والأستاذ فاضل ثامر قال لي عيده وكتب لي مقدمة به، وضفنا له حوالي 20 جديدة سيوة تحت الطبع. ولذلك الآن أكو بعض المسائل اللي أحب أقرأها لكم. الشيخ اليعقوبي وأبناء الأرادل: في زيارتنا للرياض لحضور مهرجان الجنادرية الثقافي في أوائل عام
2010 روى لنا المفكر الدكتور رشيد الخيون الباحث السياسي والأديب الألمعي المعروف بحضور بعض الأدباء والفنانين منهم الشاعر طالب عبد العزيز والفنان تشكيلي صادق كريم وشقيق شاعر الحداثة العراقي المعروف فوزي كريم وآخرين لا تحضرني أسماءهم الآن. هذه الأحدوثة أو الطريفة رواها لنا في فندق ماريوت بالرياض في الساعة الواحدة من فجر يوم 24/3 هذا التوثيق في جو أدبي شائق سادته الطرافة والطريفة والمواقف اللطيفة واستذكار الأيام الخوالي في بغداد الحضارة والتاريخ والإنجان ناقلا عن الدكتور رشيد الذي قال أن الشيخ محمد علي اليعقوبي 1894-1965 كان من علماء الدين المعروفين المجاهرين بمعاداة الفساد الإداري ومحاربة الرشوة مظاهر المروق على قيم الفضيلة والحق حين رد في بيتين من الشعر على الأستاذ الدكتور فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق الأسبق المتوفى في تونس عام 92 كرم الجمالي بحكم موقعه كرئيس الوزراء في وقت بعض الأدباء بقطع من الأراضي. شلون تسيدون فلان نعطينا قيعان فلان شنو وقت مكرم إسراء الفساد بين الموظفين يومئذ وتمسك البعض منهم بالإجراءات الروتينية المملة والمطالبة البعض الآخر منهم بالرشا حال دون أن يحصل كثير من الأدباء على استحقاقهم من تلك الأراضي المعدة. وكانت هذه القطع السكنية تقع ضمن حدود منطقة الميدان وباب المعظم. فارتجل الشيخ اليعقوبي هذين البيتين متهكما من تصرفات الموظفين المرتشين الذين وقفوا عقبة كأداء في طريق حصول الأدباء على تلك الأراضي. فقال الشيخ اليعقوبي: وقالوا ببغداد الجمالي قد محى منازل قوم دنستها العواهر، لقد طهروا منها الديار. انتهى منطقة شال المنطقة اللي فيها العواهر وزعها للأدباء. لقد وقالوا ببغداد الجمالي قد محى منازل قوم دنستها العواهر، لقد طهروا منها الديار ولكن ولم يكن لتطهر من أبنائهن الدوائر. يعني ذولة طلعوا أولاد زنا اللي مدى يخلون الأراضي تمنح للأدباء إلا بمقابل مبلغ معين أو يمنعوها لقاء يعني لقاء رشا. فيقول هي المنطقة شالوا منها العواهر لكن أبنائهن بعدهم بالدوائر ديعقون أن ينطون القياعين إلا مقابل مبالغ معينة. العلاقة بين الرصافي والسويدي علاقة رهيبة. ترى العراق عنده أمجاد، عنده تاريخ، ترى مو مثل هسه ما أدري شو القضية. ذاك اليوم هاي رحت محاضرة عندي بكلية التربية، محاضرة ما طلبوني بالموسم الثقافي كملتها وفرحت، القاعة امتلأت كلهم شباب دكتورة وهذه. قلت أكيد هسه يطلع لي واحد من دولة ينتفني بسؤال يفلش المحاضرة كلها. واحد شلون خلصنا ولا واحد فتح حلقة. شكرا استاذ في مالا شو تريد، وحتى واحد يشتمني حتى على الأقل يقول واحد حكى ماكو. كان أقول له الأستاذ خليل الضرير يعرفه مهدي دكتور خليل محمد إبراهيم. قلت له أستاذ خليل أريدت واحد يشتمني على الأقل أشعر أكو حياتك وتجاوب أكو انفعال. قال لي تغير تخافر عليه حكى جيدي ذاك شتمك. العلاقة بين الرصافي والجواهري، بين الرصافي والسويدي. كانت العلاقة الشخصية بين شاعر العراق معروف الرصافي 1875-1945 متوفي ورئيس الوزراء توفيق السويدي 1892-1968 في فجر أربعينيات القرن الماضي تتراوح بين مد وجزر، ولكن في المجمل لم تكن جيدة. لربما كان هناك من يزيد نار العداء بينهم حطبا لتكون كذلك. فالرصافي الشاعر الواعي والأديب الوطني كان صريحا جدا في كشف خروقات السويدي رئيس الوزراء الإدارية والسيادية
والسياسية، وكان يسوء ذلك رئيس الوزراء جدا، لا سيما انتقادات الرصافي اللاذعة له وطريقته في الحكم وفساده الإداري. ودام هذا الوضع المتأزم بينهما لفترة غير قصيرة، لكن لذلك تصدت مجموعة خيرة من أصدقاء الطرفين للأمر لإزالة هذه الجفوة المستديمة بينهما، وسعت لمصالحتهما ما استطاعت إلى الأمر سبيلا، وفي آخر المطاف نجحوا في إقناعهما بالتصافي وطي صفحات الماضي. ومع أن السويدي كان يحمل في نفسه على الرصافي بعض الغيظ، بيد أنه اضطر للرضوخ لطلب الأصدقاء لإقامة وليمة كبيرة إذانا بالصلح وتيمنا بغلق صفحة التجافي بين الشاعر والمسؤول الكبير. دعي إلى المؤدبة مجموعة كبيرة من الوجوه السياسية والاجتماعية والثقافية المعروفة، وفي خضم أجواء الحفل شبه الصائخ صاخب، سأل أحد الخبثاء من الحضور صاحب بالدعوة السويدي قائلا وبصوت عالي: فخامة الرئيس، شون الأمور؟ شون تعاون الوزراء وياك؟ زينين لولا؟ فأجابه السويدي بصوت عالي انتبهه جميع الحضور بقصد اسماع الرصافي لما يقول، وكان قريبا من رئيس الوزراء. ايش قال له؟ شلون الامور؟ شنو القضيه؟ شو احنا شان نقول له؟ والله يا اخويا شو تسوي؟ هذا الموجود، ومثل ما قال المثل: سوي معروف وشمره بالشرط، ويأشر على معروف. وفي من ثنايا هذه الكلمات احس الرصافي بان قلب السويدي لم يخلو تماما من شوائب سوء العلاقه السابقه معه، لذا افتح له اجابه على سؤال مزعوم لاحد القريبين ليرد للصاع صاعين لرئيس الوزراء السويدي، حين قال متحدثا لاحدهم وبصوت عالي قاصدا اسماع السويدي بالذات: تسالني شلونك وشلون الامور؟ اقول لك زينه أمورنا، بس توفيق نخرة. على من؟ على توفيق السويدي. السويدي ذاك قال له: شيله معروف، شيله وش ملبسك؟ هذا قال: شو تسألني؟ كل الأمور زينة، بس توفيق نخرة، ويأشر على توفيق السويدي. فابتلع السويدي قسوة رد الرصافي حرصا على عدم تأخير صفو دعوته الفخمة. روى لي هذه الطريفة الدكتور طاهر البكاء، وزير التعليم العالي الأسبق المقيم حاليا في أمريكا. يعني بس هذا، شوف الذكاء هنا. طبعا الطريفة تتطلب النباهة وتتطلب الذكاء، تطلب يعني سرعة البديهة. مو ياول يجي يقول له: شو تسوي؟ هو كلش تسألني شنو هو توفيقنا؟ هو شو تسوي؟ كل الأمور زينة، بس توفيقنا خرج ويأثر عليه. زين، هي حسة فعلا حسة، بس هي الآن في هذا شو اسمه لذي. طبعا جلال الحنفي مشهور أنه من علماء الدين البغداديين الأصلاء، وهو كان طبعا رجل متعدد المواهب، بالمقام، بالغناء البغدادي، بالإفشار بالقضايا رهيبة، باللغة، بالقواعد، بالعلم. ففي يوم من الأيام نشر مقالة في جريدة اليقظة العربية التي كان الأستاذ إمام الصف سلمان الصفواني رئيس تحريرها، انتقد فيها بشدة وقسوة قصائد الشاعرين عبد الرحمن البنا، توفي 1995، وعبد الهادي الغواص، توفي عام 82، وكان من شعراء الفترة الخمسينية المعروفين. وعلى الرغم من أن مقالته النقدية استندت إلى أسس لغوية راسخة رصد فيها الهنات والسقطات اللغوية التي وقع فيها الشاعران المعروفان، هذا عبد الهادي الغواص فالسليط لسان رهيب، وذاك الأخ ماني ممنع بس عبد الوارد تشوف كان يجي المجمع العلمي، وكان من شعراء الفترة الخمسينية المعروفين. هو أشار إلى الهنات والسقطات اللغوية التي وقع فيها الشاعران، إلا أن التحامل الشديد عليهما من قبل الحنفي اضطرهما إلى أن يرد عليه بقسوة
من أشد مكيلين الحنفي الصاح صاحين على صفحات جريدة الاستقلال التي كان يرأس تحريرها المرحوم الحاج طه البدري. وقال الشاعران في الشيخ الحنفي ما لم يقله مالك في الخمر قدحا وذما وانتقاصا. وكان لهذه المقالة أصداؤها في الوسط الثقافي والاجتماعي، لكن الحنفي الذي يأبى السكوت على ضيم ما لبث أن كتب مقالة اختار لها آية قرآنية من سورة صاد كعنوان، وهي قوله تعالى والشياطين كل غواص وبناء. هذا عبد الهادي الغواص، هذا اللق اسمه هذه عبد الرحمن البناء، والشياطين كل غواص وبناء من شرح، وما قلت بس العنوان بقى هذه وثاني الجماعة ما كتب هذه، فألقمها حجرا بهذا الرد البليغ المسكت، لم ينبسا على أثرها ببنت شفت إذ وصفهما بالشياطين. وهذه الكلمة كانت كافية تماما لإسكات الشاعرين المعروفين بطول اللسان والمشاكسة. رواها لي الشيخ وليد الأعظمي في منزله بالعظمية عندما أدناه بعد إبلاله من المرض، أنا والصحفي الأستاذ ياسين عبد الرحمن الحسيني في بتاريخ 10/9/99. قال ما ترد؟ قال إيش؟ قال يا معود سوانا شياطين وسوانا والشياطين كل غواص وبناء، نسفهم تماما. بعد شكل لما قال له قال يا بعد شنو نجاوب عليه إذا سوانا شياطين واستند إلى آية قرآنية. فالطريفة الحقيقة هي من المسائل اللطيفة التي يمكن أن تشكل أيضا تاريخا، تشكل تاريخية. هذه مسائل لنروية تاريخ، لنروية تاريخ هذه. شكرا للأستاذ الباحث حسين الجاف على هذه السياحة والممتعة التي أو الرائعة أيضا التي أخذنا بها رغم قلة الحاضرين، لأن النجف في هذا اليوم في هذا المساء فيها أربع أماسي في أماكن متفرقة. فأنا تسلم. الآن نترك أو نعلن عن باب المناقشة. أستاذ محمود، نعم الاسم. بعد أبو أصيل. يتفضل الأستاذ محمود جاسم عثمان. شكرا جزيلا أستاذ أحسن على هذه المسمى الدغويون المحاضرة الماتعة، كل مرة ممتعة ماتعة وشائقة شائقة وشيقة وجميلة، وأخرجتنا من روتين الفلسفة والأدب والقصة والرواية وغيرها. شكرا جزيلا. طبعاً أنا قرأت عن هذا الموضوع في الأدب العربي يسمى الفكاهة. هو الفكاهة هو هذا الطرفة والنقطة وغيرها نضعها هنا النقاط نسميها الفكاهة. يعني هل مقصود أنه الفكاهة تشمل كل هذه الألوان اللي ذكرتها حضرتك؟ النقطة الأخرى أنه إحنا من الممكن أنه نتقبل
النكتة أو الطرفة أو الفكاهة إذا كانت موثقة، يعني خاصة إذا قيلت بحق شخص هو موجود، أو توثق في وقتها في صحيفة أو في مجلة، سواء في العصر الملكي أو في العصر الجمهوري أو غيره بغير مناسباته. لكن أما أنه تأتينا نكتة في زمن العباسيين أو الأمويين أو في صدر الإسلام أو في البرامكة أو من الأمور الأخرى، يعني هذه يفترض أنه لا نأخذ بها كمسلمة، لأنه في ذاك الزمن البعيد ربما قد يكون قيلة موقف من وزير معين أو قيلة موقف من خليفة معين، وكثرة ترددها ربما قد اعتبرت من المسلمات. فأنا أرى أنه الباحث الذي يوثق مثل هذه الحالات أنه أيضا أنه لا يندفع بذكر النكتة على علاتها، وإنما قد ربما يقوم بجهد بدور من البحث في هل أنه هذه صحيحة أم غير صحيحة. الثالثة وهي الأخيرة، أنه جنابك أعطيتنا نماذج من هذه الفرائض العربية أو العراقية، الحياة الكردية والحياة التركمانية أيضا واجد مثل هذه النوادر والفكاهات، فكنت أتمنى أنه تعطى أمثلة على الفكاهة في المجتمع الكردي وفي المجتمع التركماني وفي المجتمع العراقي يعني بشكل عام. شكرا جزيلا تختلف عن الطبعات، يعني صرت الموضوع عن كانت واحدة وبس تشعدي طرفتين من الحسجة. نعم. أحد الشيوخ عندنا بالفرات ويناوي دائما هو من يطلع ياخذ وياه مجموعة وياه مشهور السكار وفد اثنين ثلاثة حماية، ومن الشيوخ خالفتنا جبل الحسن يسموه، طلع يمشي دنيا باردة موت غريب، لقى نفسنا بطولية شخصية وطنية قاعد بالشمس بردان شيء، قال له ها سيدنا شو قفص؟ قال له والله خاف منك، قال له اعتذر منك سيدنا والله مو قصدي، هذا اسف جدا. قال له والله انتبه، وقال له شنو عليك؟ قال له انت سويت ما غلطت. قال له لا انا سويته بزون، البزون يقفص هو سواني كذي، قال لي خاف منك كذي بيخاف منك. روايه ثانيه سياسيه هم ماده، يعني يقولون حد الشعراء الشعبيين وقف مهرجان شعري يأشر على صدام، هذا الطيح حظنا، هذا الطيح حظنا، دول شغربوا شيء، بوشي رجع حد دور بطل، بوشي يقول لك هذا الطيح حظنا، خلص روحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء ممتع أيها الأخوة الكرام مع أخي الكبير علي. لأننا أتحدث عن العلاقة كل ما أقول أنني أرتبط بعلاقتي كذا تمتد كذا عقود، يقولون لي أنت عمرك كم، والبعض يقول متى تودع إلى آخره. أنا أرتبط بعلاقة تاريخية مع أخي الأستاذ المترجم والرائع أبو علي أستاذ حسين الجارس، وتدعو لأكثر من 30 عاما، بالضبط 30 عاما عام 1980 في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وهو مع الثلاثي الرائع الكبير ياسين النصير وحاتم الصدر وأخي الله يمدح عمر وأبو ثمن. هؤلاء كنت أسميهم مشاعر اتحاد الأدباء العراق المضيئين دائما بالبسمة والشكر. يا أخوي أستمتعني كما الله عسل الباب حتى أسير أخوي أذكر على عشان ما كنت قد موالي يا أخوي
على مجد أبو علي ما بين أساسا يعني 50 قبل 30 سنة أظن أيوة مجد أبو علي هناك أخوه رجاء صغير جميل الله رائع جدا ما جاء فاكهة اتحادنا قبل هاي أقول اتحاد عودا على بدء عندما اقترح أخينا الشاعر الكبير جلال أمس وأحمد قول فلة الاتحاد أن نستضيف الشاعر حسين الجافي على هيئة الإدارة بإعزاز أخي الدكتور القنباسي بالإجماع وكنا نترقب هذا الحدث لأن هذا الرجل ذاكرة تاريخية أشهد أن حسين الجافي عراقي كبير وأشهد أنه يعتز بعراقيته حد النخاع. الله يبارك. وأشهد أنه يعتز بقوميته وليتعلم الساسة الجدد المتعرقين واليمينون للعرق والعنصرية والمحاصصات وما شابه ذلك من هذه التجارب الكبيرة. هو يقول لأدباء الكل منذ أكثر من 35 عاما ولا يقول أنا كردي. يقول أنا عراقي يعتز بكرديته ويعتز بعراقيته ويعتز حتى بالعربية. وهو علاقات له علاقات كبيرة إنسانية وعالمية يعتز بعراقيته وهذه شهادة أنا أعتز بها إلى قسم الجوف. هذه واحدة. الأخرى أن حسين الجاف عندما أمتعنا بهذا السرد الجميل من الطرف والحكايات والسخرية أراد أن يقول لنا هكذا كان الأدب وهكذا كانت الناس بحميمية وشفافية وببساطة كما أورد في خلال النكات والطرائف والسرديات التي حقيقة سردها الأخوان. حسين الجاف علامة بارزة في تاريخ الأدب العراقي الكبير ونحن هنا في اتحاد وباء النجف نتشرف بهذا اللقاء. أنا التقيت به بعد غيبة الدامة أكثر من 30 عاما ثلاث المرة الأولى عندما استضافت كما ذكر سيدنا الغرابي جليل النجف وكان حاضرا في مسابقة الثقافية الشعرية الكبرى ومحكما واللقاء الثاني كان جودة متميزة واللقاء الثاني ما سبقتكم محافظة بهالباب هذه ما سويته هذه ما دليل النجف ما حد داق بكم ولا بعدكم لحد الآن نحن في اتحاد الأدباء خيمة الثقافة النجفية واقعا لا أقول أنا خدمت في اتحاد الأدباء 40 عاما أقول أن اتحاد الأدباء النجف هو خيمة الثقافة النجفية الآن دليل النجف والمجالس وكلها تستمد القوة والعزم من اتحاد الأدباء لأنه حافظ على وحدة العراق وعلى ثقافة مؤسسة الوحيدة التي حافظت على بناء النسيج الوطني العراقي فأبو علي من مؤسسي اتحاد أدباء العراق وعلى مبارزة في اتحاد أدبائنا في بغداد نتمنى له العمر المديد ولا أريد أن أطيل كثيرا وأنا سوف أبقى معه ساعات اليوم الله يبارك على شرفي الله يبارك فيك وحتى لو البسطول موبايل فضلان ونعيد تلك الأيام الجميلة الخوالي الساعات الطوال كلما أدخل اتحاد أدباء بغداد أرى الابتسامة لا تغادر محياه يبقى ساعات طوال يسألني عن النجف وعن 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 إلى آخره تحية كبيرة لهذا الله يبارك فيك حبك عزيزي وأخي وأنا أقول له لماذا لم تذكر لنا نكات مام جلال؟ مام جلال اسمحوا لي أن أقبل أخي الكبير حبيبي سلمك أنا خادمكم الصغير باسمي وباسم زملائي. حبيبي. مساءكم وطن مساءكم عراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وأنا أكتب عن الدكتور الراحل قبل أيام كمال مظهر أحمد المؤرخ الكبير الكردي العراقي. وجدت مقولة يقول فيها لم أكن كردياً أصيلاً لم أكن عراقياً أصيلاً. جميل. تذكرت حسين الجاف. الله يبارك فيك. تذكرت حسين الجاف. نفس الروحية. في ال ملتقى الثقافة الكردية العربية في البصرة
كتب كمال مظهر أحمد. كمال مظهر أحمد وأثره في تعميق الثقافة المشتركة بين الكرد والعرب. قرأته في البصرة. الحديث مع الأستاذ سينجر والباحث والقاص والمترجم والتربوي وكثير من الأشياء والاتحادي والنقابي حديث يعني ذو شجون وجميل، وما تحدث به اليوم أمتعنا فعلا. ولكني وجدت في قضية السرد، قضية السيرة والسيرة الذاتية، مرة يقول سيرة ويبدو أن فرقا موجود بين السيرة وبين السيرة الذاتية. أرغب بمعرفة هذا الفرق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحقيقة استمتعت بكل المداخلات الجميلة الرائعة. يا أخي راح أطلع منه وأقول يبقى العراق بخير، لأن هيك نماذج كريمة كبيرة جليلة ما تزال في الساحة. قبل 15 سنة قدمته قبل 15 سنة يمكن أستاذ مهدي كان صغير ذاك الوقت. البارحة نشرت بالبوست تنبيت شعر الشاعر الكردي الكبير لطيف هلمت. قال أني سني بس أني علي قدوتي وعلي إمامي وعلي أبو لطيف هلمت عنده كتاب اسمه كأسا دهاقا، يقول فيه السقيفة مؤامرة. هذا أول سني والتاريخ كله هذه. يقول كتبته ووديته إلى شخص في النجف الأشرف بأمل طبعه وما طبع لي من عام 1958. فالبارحة شي يقول أنا سني، أنا علي إمامي وأنا الحسين جدي، وذهابك إلى هنا هو أداء تزيد بعض الدين الذي بعنقنا لآل بيت محمد والذين يهتدون بهدي آل محمد. فأنا قلت له أخويا أنا أمي علوية حسينية برزنجية، السادة البرزنجية في الشمال في كردستان هم حسينيين. ولذلك يعني إحنا نفخر. أني ذاك اليوم أحد أخوة قال لي تبرزة برزة يعني أمك علوية، لأني أتشرف. فالحقيقة أنا أنتوا يعني شرفتوني وطوقتوني بالكثير من المديح الذي أعتقد أنني لست يعني أخجلتم فيه تواضعي. النكتة اللي رأيها الأستاذ محمود جاسم عثمان، فالحقيقة راح أشيل في النكتة هاي جديدة. يعني إجانا واحد رجال كبير من أدباء كركوك لابس تعرفين ملابس ما توجد من شنو قربا، وعليه برا شاف التمثال مال الجواهر كبير إنه بتهدف، وجوه أكل ماكيت ماله والموكيت ماله بالشسمة بالهذه النموذج الصغير ماله. باع عليه قال لي تعال، قال لي ذاك منه هذا منه الجوال، قال ليش صغير هنا ليش كبير هنا، قلت له هذا بتشار صغير وهذا بتشار كبير. يقول له هو نفسه. قال زين هذا ليش صغير رجال كبير، قلت له هذا بتشار صغير بس هو هذا بتشار بتكبر سوا. شكرا جزيلا على مداخلتك استاذ محمود الرائعه، اتمنى لك الموافقيه وان والحقيقه وهذه متابعه مالتك جيده يعني ادب القوميات ومحبتك لها يدل ان عندك صدق يعني تنطلق من شرف العراقيه الصميمه التي نفخر بها جميعا. استاذ محمد اجواد سؤالك علمي. الحقيقه الرايتر هو الكاتب أما الناريتر هو الكاتب والمتحدث، الكاتب والراوي.
مثل ذاك اللي يقول قال شنو بس تقول راوي الراوي العاد وين العاني؟ قال الراوي ماكو هذا شعباله هاي منطقتكم بالغربيه. قال شنو كل قال الراوي قال لا عاد احنا وين احنا العاني لا شوف قال العاني. فالناريتر هو من يكتب ويتحدث بكتابته، اما الكاتب لا، موت المؤلف يكتب ويعوف يذبه بالمدرسه. استاذ زهير الحسه صحيحه حقيقه، حسه تدل على ذكاء المواطن العادي في الريف الجنوبي، ذكيه جدا يعني، وهي سوت بالرجال فلشته ذاك يوم طلع ذك بالمقابل مقرفص وهذا قال له خفت منك هاي مو قليله كاتب. نعم استاذ مهدي الشعلان اشكرك الشكر الجزيل، بس قبل ما انهي المحاضرة كلها، القاضي الشيخ منير القاضي الأكاديمي والمشرع القانوني المصري الشهير السنوري، المشرع والأكاديمي القانوني الشهير الدكتور عبد الرزاق السنوري هذا أحد الذين كتبوا القاموس الدستوري العراقي عام 58. فهذا شخصية كلش رهيبة، شخصية قانونية مصرية كبيرة، أم مصر أم الدنيا يعني، إحنا نحبها نحبها لأن إحنا ثقافتنا كلها من مصر. ف يقول المشرع القانوني الشهير الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي قضى فترة غير قصيرة في العراق أستاذا في كلية الحقوق القانون لاحقا ومشرعا قانونيا للدستور العراقي المؤقت الذي صدر بعد انطلاق ثورة 14 تموز بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم المعروف بدستور شراكة العرب والكرد في هذا الوضع. نعم إيه لا بس وهذا مثبت بالديوان اي بس هاني هذا بدي باجر ما ادري دستور المؤقت لا نعم لا مو اكو هنا عباره قال لي ليش كتبت شراكه العرب والكرد مو شراكه قابله للفسق عبد الكريم قاسم قال لا يكون العرب والكرد هم جناحي الوطن الواحد هذا انا يعني ايضا عبد الرزاق الحسن يقول على كل حال كان هذا الفقيه الجليل في أحد الأيام على موعد مع الشيخ منير القاضي السنوري. منير القاضي شخصية علمية وزير تربية وزير معارف عاني هو وكان يومها وزيرا العدل وعميدا لكلية الحقوق في ذلك الوقت. وعند وصوله باب مكتب الشيخ القاضي تلقاه فراش المكتب هاشا باشا وكان على سابق معرفة به كونه كان يزور الوزير العميد باستمرار يجي على هذا السن يجي على العميد يسلم عليه وصديقه. تلقاه الفراش وابتسامة عريضة عن تعلو شفتيه وقال له بلهجته البغدادية بسيطة تفضل دكتور فضيلة الشيخ منير ديتناك يعني انتظرك ديتناك. فارتد الضيف فزعا على عقبه وتسمر في مكانه ونظر إلى الفراش المسكين نظرة شزر واشمئزاز كادت تعتلق تقتلع المستخدم المسكين من مكانه ثم تمتم مع نفسه مغضبا وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم استدار ليعود أدراجه وهو يلعن الساعة التي جاء فيها إلى هنا بيد أن الفراش تبعه مسرعا ليقول له بنفس النظر وين رايح دكتور ترى الشيخ ده يتناك. فطفق السنهوري عائدا أدراجه ويصرخ غاضبا في وجه الفراش المسكين قائلا ومالي ومالو يا راجل يتناك ولا ما يتناكش. وهنا أدرك الفراش النبي سوء الفهم الحاصل لدى الضيف ليصحح له الموقف كله وهو يقول وهو يضحك بيك فضيلة الشيخ ينتظر جوا بالمكتب انت وين رايح. وهنا أدرك السنهوري سوء فهمه للموقف فانفجر ضاحكا وانطلق بكل قوة إلى داخل مكتب
الوزير العميد وهو لا يلوي على شيء، ويعود سبب الفهم الذي حصل لدى الضيف المصري هو أن عبارة ديتناك تعني ديتناك باللهجة المصرية معناها يلاط به بضم الباء والطاء، في حين أن كلمة ديتناك تعني باللهجة العراقية الدارجة ينتظرك. روى لنا هذه الطريقة طريفة الدكتور حازم البكري، طبيب الأسنان المعروف والمحقق التراثي الشهير، الذي اتهم بأن الرصاصات التي ضربت الزعيم عبد الكريم قاسم انطلقت من عيادته في منطقة ساحة في منطقة رأس القرية بشارع الرشيد بقصد اغتيالي، وذلك في 17-59. استمعنا إلى هذه اللطيفة من خلال محاضرة ألقاها الدكتور البكري في مجلس العلامة عبد الرزاق محي الدين بمنطقة جميلة في بغداد في منتصف عام 2002. هاي صورته، وأنا حتى وثقت ديتناك وين ودي انتظرك وين. سوء الفهم اللي يسوي هذه الشغلة. نعم، نرجع إلى أستاذ مهدي. أنا أشكرك الشكر الجزيل وأتمنى لك التوفيق وبارك الله بيك. بالنسبة لما قلته، أنت حمامة السلام والمحبة ورسول الحب بين اتحاد الأدباء المركز واتحاد الأدباء في النجف مدينة العلاغة، التي كلنا ندين لإمامها إمام المتقين بأنه سيد البلاغة وإمام اللغة والدين. بالنسبة للدكتور، سؤالك جدا وجيه، سؤالك شنو الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة؟ السيرة الذاتية هو ما تكتبه أنت بيدك، يسمى autobiography. شلون تقول أوتوماتيكي؟ أوتوماتيكي يعني من كيف يشتغل. autobiography احنا قلنا biography يعني كتابة الحياتية، هو إذا أنت كاتب كتابة حياتك يسموها السيرة الذاتية. أما السيرة فأنت تكتب عن سيرة ابن هشام، عن كاتب عن الرسول وعن الفترة اللي تجي، لكنه الأوتوبايغرافي مال تشيرشل لا، هو كاتب بيده بحيث نال جائزة نوبل بالآداب، هاي مو قليلة. هو مو لأنه سنة 1956 نال هاي الجائزة. إذن السيرة الذاتية هو ما يكتبه الإنسان بذاته بنفسه بقلمه. أما السيرة مثلا سيرة أنور السادات، كاتبها واحد مصري اسمه موسى صبري، هذا صحفي مصري معروف هو الكاتب، يقول كان يحكي لي وأنا أكتب أدون. حتى من المسائل اللي يحكيها يقول مرة، أنا هو أحب أدب المذكرات، ولذلك من أروح المتنبي ما أشتري رواية، أشتري المذكرات. المذكرات هي عبارة عن رواية حقيقية مكتوبة بأقلام أبطالها، لكن الرواية خيالية فانتازية، لكن هذه لا. يقول من المسائل الرهيبة اللي قرأتها من المذكرات أن عبد الناصر، مذكرات خالد محي الدين اللي مات أول العام وعمره 105 سنة، يقول عبد الناصر وخالد محي الدين الشيوعي يقول أقسمنا بالولاء والطاعة للإمام سيد قطب في بيت الفنان أحمد مطر. هذا إذن عبد الناصر كان إخوان. هذا من المذكرات. موسى صبري شي يقول في المذكرات، يقول تحدثت إلى صلاح سالم وكان من ضباط مصر الكبار من الثورة. هسه أكو شارع أول ما تنزل من المطار، من تطلع من المطار قائم مكتوب شارع صلاح سالم، من ضباط مصر كبار. يقول هذا خلوه صلاح سالم مسؤولا عن حجز البيوت الملكية، يعني يسموه الحراسة، قانون الحراسة على الدور يعني محجوزات. هذا يقول أثناء العمل تعرف على أميرة
جميلة من الملك، من بيت الملك، أميرة جميلة وتعرفوا مشوية متحررين، وصارت علاقة بيناتهم، علاقة محبة جنس. فكان يجي يروي لعبد الناصر الكلام هذا، عبد الناصر ما يحتاج يسمعه. أيضا ذاك اليوم قريت مذكرات أحمد حسن الفقي وزير الخارجية المصري، اشتريته من المعرض، يقول ليلى مراد كانت تعاني من عقدة تبني ابنها محمد، هذا ابن اسمه محمد، وبعد ثورة 52 أحد ما يذكر منه، يقول واحد من كبار رجال الثورة المصرية المتنفذين والمعروفين صارت عنده علاقة جنسية ويا ليلى مراد، فأثمرت هذه العلاقة ولد اسمه محمد، الآن هو في مصر مدير إحدى الفنادق الراقية جدا، شيراتون أو الهيلتون ما أدري، ما قاعد له. يقول هذا الرجل بقت هاي المرية 30 سنة تناضل من أجل هذا، يعترف ببنوة ابنه وما يعترف. ليش؟ لأنه هو من عائلة مصرية من ملاك الأطيان. ملاك الأطيان يعني شنو؟ طاعين الكبار، وهو ضابط. يقول إيش قدر ديت؟ ما قدر. حتى عبد الناصر الدخل ما قبله، وإن قال أني ما أنطي اسمي بس أقول هذا من العائلة. هسه الولد يقول في يوم من الأيام الولد بيسوق سيارة، جتي سيارة من أكل كان تدعم، جتي من فرع، طلع منه واحد رجال شخصية وشاف هذا ولد صغير شاب بيسوق، قال له ها يا ابني خو ما صار بك شيء. يقول كانت هاي المرة الوحيدة في حياة هذا الشخص الذي يبلغ الآن 60 من العمر، هاي المرة الوحيدة اللي يسمع أبوه يقول له يا ابني وما تبنى طيل حياتك. هذه المذكرات. أشكركم الشكر الجزيل، أتمنى لكم الموفقية. شكرا للأستاذ الحبيب والعزيز الصديق الكريم حسين الجاف. أدعو زميلي الأستاذ الدكتور باقر الكرباسي لمنح شهادة تقديرية للأستاذ حسين الجاف. لا.